سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا، نحن الضعفاء الفقراء إليك، نحن المذنبون المقرون المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعالى
تعلم سرنا وجهرنا. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، واستغفرك فغفرت له. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تشرح بها صدورنا وتهدي بها شبابنا وتصلح بها نساءنا وتزوج بها أيمنا. اللهم ردنا إليك ردا حميدا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.